خشن هيئة الهلال الأحمر الإماراتية اليوم افتتاح منظومة الطاقة الشمسية في مشروع جول الريدة المشروع الأسفل، وحيث زودت الهيئة هذه المشروع بمنظومة طاقة شمسية متكاملة لضخ المياه إلى المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هو تدشين مشروع الطاقة الشمسية في 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 جو الريدة، منطقة الريدة المول والمنفذ من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ونحن كسلطة نتقدم لهم بالشكر على ما يقدموه من هذه الخدمات الملموسة الذي يحتاجها المواطن في وكذا أيضا قد تم تقديم مشاريع سابقة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمديرية ما يفعل في كافة المجالات.